بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بإذن الله تعالى بشرح متن مختصر يسمى متن الأصول الثلاثة، ثلاثة أصول. لكن قبل أن نبدأ بدراسة هذا المتن نسأل أسئلة خمسة. عندنا أسئلة خمسة قبل أن نبدأ بالدراسة. السؤال الأول: لماذا ندرس التوحيد؟ لو قال لك قائل: لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا لا ندرس مثلا الكمبيوتر، اللغة الإنجليزية مثلا؟ تقول أن التوحيد هو حق الله العبيد، خلقنا لنوحد الله سبحانه وتعالى، لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بالتوحيد، لا يدخل الجنة إلا موحد، تكثير الحسنات تكفير السيئات. ثم قد يسألك سائل، تمشي في الطريق ويسألك سائل يقول: هل أنت مسلم موحد؟ تقول: نعم أنا موحد. يقول: ما هذا التوحيد؟ إذا قلت أنا لا أدري ما هو التوحيد يقول: أنت كاذب. كيف؟ الله سبحانه وتعالى يجعل التوحيد أوجب الواجبات عليك ولا يقبل أي عبادة إلا به وأنت لا تعرف التوحيد. وأيضا قد يسألك سائل يقول: هل أنت مشرك؟ إيش تقول؟ تقول: أعوذ بالله، أنا لست بمشرك، أنا موحد. يقول: ما هذا الشرك الذي حرم الله عليك؟ إذا قلت أنا لا أدري ما هو الشرك نقول: لعلك واقع في الشرك الأكبر وأنت لا تدري. إذن أهم ما عليك تعلم التوحيد، وأهم ما عليك تعلم الشرك حتى تحذر منه وتحذر منه. هذا السؤال الأول: لماذا ندرس التوحيد؟ السؤال الثاني: لماذا اخترنا هذه الليلة أن ندرس الأصول الثلاثة وبدأنا في التوحيد بهذا المتن المبارك؟ لأننا طلاب، الطالب لا يتكبر، الطالب لابد يتواضع، ولابد أن يمشي في العلم على النهج والطريق الذي خط لنا العلماء حتى نصل إلى ما وصل إليه العلماء. والعلماء رحمهم الله تعالى أرشدوا أن الطالب أول ما يبدأ به يبدأ بالتوحيد، وأول ما يبدأ في التوحيد يبدأ بمتن الأصول الثلاثة. السؤال الثالث: ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ الأصول الثلاثة باختصار هي أسئلة القبر، الأسئلة التي تسأل عنها في قبرك بعد أن تموت. فعندما تأتي إلى القبر تسأل أسئلة ثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ السؤال الرابع: ما الثمرة التي نجنيها من دراستنا؟ بعض الطلاب يقول: أريد جائزة، أريد فائدة من هذه الدراسة، ما الفائدة؟ نقول: الفائدة بإذن الله أننا إذا تعلمنا الآن أصول الثلاثة ثم عملنا بها ثم دعونا إليها وصبرنا على العلم والعمل والدعوة نصنع هذا في الدنيا، بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر. هذه من أعظم الثمرات والفوائد. السؤال الخامس والأخير: أي كتاب تقتنيه أو أهدي عليك كتابا، إيش تصنع في هذا الكتاب؟ أقل شيء ما تصنع في هذا الكتاب قبل أن تضعه في الرف في المكتبة تقرأ المقدمة والفهرس، هذا أقل شيء إذا لم تقرأ الكتاب بأكمله. لو أردنا أن نفارش هذا المتن نقسم هذا المتن إلى خمسة أقسام. القسم الأول: المسائل الأربع، علم، عمل، دعوة، وصبر، سورة العصر. القسم الثاني: المسائل الثلاثة، أنواع التوحيد الثلاث. القسم الثالث: لماذا ندرس التوحيد. القسم الرابع: شرح الأصول الثلاثة، أسئلة القبر. القسم الخامس: خاتمة هذا المتن المبارك، والله أعلم. نعم نعم، ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ الدرس الماضي؟ نعم، المحضر الدرس الماضي. هذا الدرس ماذا أخذنا؟ هذا الدرس يعني لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا ندرس التوحيد؟ نعم، لماذا؟ أن نقول أن احنا موحدين، فإذا لأنك تقول موحد ولا يمكن أن تقول موحد وأنت لا تعرف التوحيد، لابد تتعلم التوحيد وتعمل به وتدعو إليه، قول وعمل واعتقاد لابد. نعم، ماذا غيره أخذنا؟ نعم، قد يسألك سائل يقول: أنت مشرك؟ تقول: لا، لابد أن تعرف الشرك وتحذر منه لأن الله سبحانه وتعالى حذرنا منه. نعم يا أخي. لماذا ندرس أصول الثلاثة؟ الله يفتح عليك. يقول: لماذا اخترنا دراسة هذا المتن، متن الأصول الثلاثة؟ لماذا؟ لأننا طلاب، الطالب لا يمكن أن يطلب العلم على ما يحب. يعني هذا الأخ مثلا أراد أن يصبح طبيبا مثلا في الأسنان، إيش يصنع؟ يأخذ بعض المعدات ويقرأ بعض الكتب ويفتح مكان ويكتب عليه طبيب أسنان، صح؟ لا يمكن، لابد يرجع إلى أهل الاختصاص. لو ترجع إلى أهل الاختصاص
ترجع للعلماء. الله سبحانه وتعالى يقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لابد نرجع للعلماء في طلب العلم. لا تطلب العلم على ما تحب، كما أنك لا تطلب الطب على ما تحب. الله تمام. نعم يا أخي. لأن الأصول الثلاثة كمثل الأسئلة الثلاثة. نعم. يقول ما هي السؤال الثالث، ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ هي الأسئلة التي تسأل عنها في قبرك. فأي واحد يقول لك إيش الأصول الثلاثة، تقول هي أسئلة القبر: من ربك، وما دينك، ومن نبي. لابد هذه الأسئلة تتعلمها وتعرف الإجابة عنها، صحيح، وقول وعمل واعتقاد. نعم، يمكن أن نفهرس ونقسم هذا المتن إلى خمسة أقسام. ما هي الأول؟ المسائل الأربع: سورة العصر، العلم والعمل والدعوة والصبر. القسم الثاني أنواع، لا أحد يتكلم، الأسئلة الثلاثة. يأتيك الدور. نعم. الثالث لماذا ندرس التوحيد. الرابع شرح الأصول الثلاثة. والخامس الخاتمة: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالتوحيد، آمين والله أعلم. إذن تكلمنا في الدرس الماضي عن مقدمة ومدخل لدراسة هذا المتن المبارك. الآن نبدأ بدراسة المتن. أول قسم قلنا في هذا المتن ما هو؟ أول قسم عندما قسمنا الكتاب إلى خمسة أقسام: المسائل الأربع جمعت في سورة العصر. إذن هذا الدرس الأول. إذن لابد أولا أن نتعلم، لا يمكن أن نعمل بلا علم، ولا يمكن أن نتعلم ولا نعمل. أول شيء تتعلم، تعلمت تعمل حتى يجتمع العلم على العمل. وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. أول من تسعر بهم النار نسأل العافية والسلامة ثلاثة: منهم عالم تعلم العلم ولم يعمل به. إذا نتعلم أولا، تعلمنا نعمل، عملنا لابد أن ندعو بهذا الذي تعلمنا وعملنا به. ثم نصبر. تصبر على ماذا؟ تصبر أولا على العلم، ثم تصبر على العمل، ثم تصبر على الدعوة. تصنع هذا في الدنيا بإذن الله تجيب عن أسئلة القبر. ما الدليل على هذه المسائل الأربع؟ سورة العصر. أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر. الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس لنا أن نقسم إلا بالله، ومن حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. كل إنسان فهو خاسر، واستثنى من الخاسرين الذين آمنوا علم وعملوا الصالحات عمل، وتواصوا بالحق دعوة، وتواصوا بالصبر صبر. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. ليس معنى هذا أن الإمام الشافعي لا يريد نزول القرآن، لا، يقول هذه السورة تكفي في قيام الحجة على الخلق، فما بالنا بباقي سور القرآن. وكل إنسان سواء مسلم أو كافر يريد الربح والخسارة، الربح. إذا من أراد الربح لابد يأتي بهذه المسائل الأربع. العلماء رحمهم الله تعالى قسموا الصبر إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله حتى تؤدى، نصبر على الصلاة، على الصيام، على الحج، على الزكاة. الثاني الصبر عن معصية الله حتى تجتنب، نصبر عن المحرمات، عن المعاصي، عن الربا، عن الزنا، عن الفواحش. الثالث تصبر على أقدار الله، ما يقدر الله عليك: مرض، فقر، ابتلاء، والله أعلم. نعم، ماذا أخذنا؟ المقدمة وفيها أربع مسائل. هذه المسائل هي: أولا لابد نتعلم، ثم نعمل، ثم ندعو، الأعذاف. صحيح. لو قال لك قائل: الآن هذه النار، وهذا الصغير يمشي ويكاد يسقط في النار، تتركه أو تنبهه؟ من ينبه في الجميع هنا؟ من الذي يجب عليه أن ينبه؟ لا، هذا فقط يجيب. الكل أو واحد شخص بعيني أو هذا بعيني؟ الذي يرى حال هذا. تمام. هذا في نار الدنيا، فكيف بنار الآخرة نسأل العافية والسلام؟ كيف أنت ترى الآن
الكفار أوشكوا الوقوع في حفر النيران، تراهم بعينك الآن أنت وأنت عايش في هولندا، صدق والله ما تحذرهم؟ تعثم أو لا؟ الآن لو يمشي قلنا الصغير هذا ويكاد يسقط هنا وأنت تراه ومطلع على حاله ولم تنبهه سقط، تعثم؟ يضمنك السلطان القاضي يضمنك؟ نعم. فكيف بنار الدنيا وأنت ترى الآن؟ فلماذا ما نعلم الناس التوحيد؟ في فرق يا أخواننا بين الفتوى، الفتوى هذه لها كبار العلماء، لها القضاة الشرعيين، أما الدعوة إلى الله الذي لا تشك فيه 1%، هذا لابد تدعو إليه. بالله هل يشك واحد فيكم في التوحيد؟ هل يشك واحد فيكم في وجوب الصلاة المفروضة 5؟ إذا هذه ليست بفتوى، هذه دعوة، الدعوة الذي لا تشك في 1%، هذا لابد تدعو إليه. أما الفتوى لا يمكن أن نتكلم بها أبدا. نعم، ما الدليل على المسائل الأربع؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر. نعم يا أخي، أقسام الصبر الثلاثة، الأول الصبر على طاعة الله حتى تؤدى، عن معصية الله، ما يمكن يقول على، نعم عن، حتى تجتنب. والثالث أقدار الله، ما يقدر الله سبحانه وتعالى عباده. هذا هو القسم الأول. كثير من الناس يريد يجاهد ويقول أنا لماذا لا أجاهد؟ أول من تجاهد لابد تجاهد نفسك، وجاهد الشيطان، وجاهد النفس والشيطان وعصيهما. أول من تجاهد تجاهد نفسك. كيف أجاهد نفسي؟ بسورة العصر. تريد من الكافر يصلي صح؟ يتعلم التوحيد، يصوم صح؟ إذا لابد أولا أنت، إذا تجاهد نفسك بهذه المسائل الأربعة قبل أن تفكر في الجهاد، في جهاد يعني الكفار والمنافقين أو ما إلى ذلك، سيأتي معنا بإذن الله تعالى والله أعلم. لو يسألك سائل ويقول هل أنت موحد؟ إيش تقول؟ يقول ما هو التوحيد؟ يقول بين لي التوحيد، كيف أكون موحد مثلك؟ ما هو التوحيد الذي أوجب الله سبحانه وتعالى على العباد والذي كفار مكة أبو أن يقولوا به؟ يعني أبو جهل يعرف التوحيد صح؟ والله يعرف، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فرعون أبى أن يقول، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. أبو جهل رأس الكفر يعرف التوحيد، وعندنا أناس يدعون الإسلام وهو يعرف التوحيد. الآن لو جاءنا كافر وراد الدخول في الإسلام، هل يكفي أن يقول لا إله إلا الله بلسانه؟ والله ما يكفي، لابد من قول وعمل واعتقاد. إذن التوحيد ما هو؟ هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هذا معنى أن التوحيد ثلاثة أقسام. القسم الأول من التوحيد، توحيد الربوبية، هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، أو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. الثاني توحيد الألوهية، توحيد العبودية، توحيد العبادة، هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لا يعبد إلا الله، أو إفراد الله سبحانه وتعالى بأعمال العباد. الثالث توحيد الأسماء والصفات، هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبت لنفسه ونفي ما نفى عن نفسه، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. يا إخواننا نحن طلاب، الطالب يحفظ التعاريف التي أتى بها العلماء كما هي حرف بحرف. لو قلت في تعريف الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تشبيه، التعريف خطأ. إذا لابد أن نضبط التعريف الشرعية كما ذكرها العلماء. أصبحت عالم، عرف اللي تريد. أما الآن أنت عالم أو طالب، طالب لابد تسير على التعريف التي ذكرها العلماء والله أعلم. نعم، ماذا أخذنا؟
إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. جزاك الله خير. نعم توحيد الربوبية. توحيد الألوهية والربوبية أسماء صفات كلها اختص بها الله سبحانه وتعالى بأعمال الله تعالى. توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير، تمام. هذا التوحيد أقر به الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. النوع الثاني توحيد الألوهية، توحيد العبودية، توحيد العباد، هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لا يعبد إلا الله. هذا التوحيد هو الذي حصلت فيه الخصومة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار الذين بعث فيه، ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. تمام. الثالث توحيد الأسماء والصفات، إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن أسماء الصفات فقط من الكتاب والسنة، لا مجال للعقل والاجتهاد، وذلك بإثبات، يثبت كل ما أثبت الله لنفسه أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. وننزه الله سبحانه وتعالى ماثلة الخلق، وننفي كل ما نفى الله عن نفسه ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، غير تكييف ولا تمثيل. نعم. والله أعلم. الآن نبدأ في القسم الثاني. القسم الثاني قلنا ما هو؟ أول قسم قالوا المسائل الأربع من الكتاب. القسم الثاني، القسم الثاني الأصول الثلاثة. الله يفتح عليك. لا، القسم الثاني أنواع التوحيد الثلاثة. المسائل الثلاثة، هذه هي المسائل الثلاثة غير الأصول الثلاثة. أصول الثلاثة أسئلة القبر، هنا المسائل الثلاثة. المسألة الأولى فيها إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية وبالأسماء والصفات، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بالألوهية، لا يعبد إلا الله، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد كائنا من كان، نبي ولي جني صالح ملك. طيب المسألة الثالثة وسطية التعامل مع غير المسلمين، كيف يتعامل المسلم مع اليهودي مع النصراني مع المجوسي مع الملحد. انقسم الناس في التعامل مع غير المسلمين إلى طرفين ووسط. قسم يتعدى الكفار بالقتل والسب وأخذ الأموال لا يفي لهم بالعهود، وقسم يختلط بالكفار حتى تظن أنه واحد منهم في أعياد في احتفالات في طقوس في لباس، وقسم يتوسط وهم أهل السنة والجماعة، سأل الله يجعلني وياكم منهم، لا إفراط ولا تفريط، نفي لهم بالعهود، لا نتعدى لهم لا بالقتل ولا بالسب ولا بأخذ الأموال، ومع هذا لا يمكن أن أشارك الكافر في عياده في احتفالاته في طقوسه في لباسه، أبيع وأشتري نعم، أدعو إلى الله نعم، واجب من واجباتي أن أدعو الكافر أنصح له، المسلم ناصح لا يغش الكافر، لا يقول له أنت إذا بقيت على ما أنت عليه أنت ما شاء الله في سعادة وفي رخاء، ويقول له سنة سعيدة، ما يمكن، ما يمكن المسلم يقول الكافر سنة سعيدة، إذا قال له سنة سعيدة كأنه يقول له اسعد في هذه السنة بالكفر بالله، لا، يقول هذه السنة هي تعيسة عليك، أنا أخاف عليك من النار. فبهذا نتوصل، لابد أننا نفرق بين المسلم وغير المسلم، كما أننا نفرق الآن. هل هناك فرق بين اليهودي والنصراني؟ نعم. في الاعتقاد نعم، في اللباس نعم، في الدعاء في العبادة نعم. طالما نفرق بين اليهود والنصران، لماذا المسلم لا نستطيع أن نفرق بينه وبين اليهود والنصران؟ لابد أن نفرق. ليس معنى هذا أننا نتعدى عليهم بالقتل، وليس معنى هذا أننا نشارك هؤلاء في أعيادهم واحتفالاتهم، نتوسط كما توسط النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم. الله يفتح عليك. يقول تكلمنا عن القسم الثاني، ما شاء الله الآن بدأ النشاط. نعم. القسم الثاني، القسم الثاني ما هو؟ أنواع التوحيد الثلاثة. وقلنا أن المسألة الأولى فيها إفراد الله سبحانه بالربوبية بالأسماء والصفات، المسألة الثانية فيها إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لا يعبد إلا الله، المسألة الثالثة
وسطية التعامل. ولابد أن نميز بين اليهودي والنصراني والمسلم. المسلم لابد يتميز، لكن هذا التميز لابد أن يكون بالوسطية. الوسطية لا يمكن أن تأتي إلا بمكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. هذا هو القسم الثاني، المسائل الثلاثة، أنواع التوحيد الثلاثة لا إشكال. نعم والله أعلم. القسم الثالث ما هو؟ القسم الثالث يا أخي أنت ولا هو؟ تعرف؟ أنت من أنا؟ نعم من هذا الكتاب. تعرف؟ لماذا ندرس التوحيد؟ نعم لماذا ندرس التوحيد؟ مهم جدا. الآن لو معك جوال أعطيني هو. أعطيني ما عليك لا تخاف أرجع بإذن الله. فهذا الجوال الجهاز جهاز متطور متقدم آيفون. أنا أفتح هذه الماء الآن ما عليه وأصبها كذا وأشرب هذا لا يستطيع يتحمل يرى هذا الموقف يسحب من الجهاز صحيح أو لا؟ صح؟ لماذا؟ يقول لماذا أنت تشرب في هذا الجهاز؟ هذا الجهاز صنع لشرب الماء؟ لا. صنع أدق به؟ لا. هذا صنع للاتصال. طيب والذي يصنع غير هذا يشرب بالجهاز ما نقول عنه مجنون صح أو سفيه؟ يجب أن نحجر عليه، يعني نأخذ من الجوال ونقول امشي عند السلطان هو يحاسبك صحيح. طيب أنت خلقت لماذا؟ لتلعب؟ لتأكل؟ لتشرب؟ لتنام؟ إذن خلقت لغاية وهي العبادة. إذا اشتغلت في هذه الدنيا بغير العبادة أنت مجنون، مثل الذي يأخذ الجوال ويصب على الماء ويشرب. ولهذا إذا اشتغلنا في هذه الدنيا بعبادة الله والله نسعد. ولهذا الكل منا يتمنى أن يأتي شهر رمضان. لماذا؟ لأن تعمل في رمضان ما لا تعمل في غير من الأشهر، مع أن في رمضان أكل قليل ونوم قليل وعمل كثير وصيام وقيام وقراءة قرآن ودعاء صحيح؟ لماذا ترتاح في رمضان؟ لأنك تسخر هذا البدن فيما خلق له ترتاح، ومجرد انتهى رمضان ممكن تتعب. ولهذا بفضل الله لا تسبع أن أحد من أهل الإسلام دخل إلى المسجد الحرام مسجد نبوي أي مسجد من المساجد وانتحر، ما تسمع إلا نادر، والنادر لا حكم له. لكن تسمع ملايين الأشخاص ينتحروا أين؟ في الملاهي والمراقص والأماكن يدعي فيها هؤلاء أنها أماكن للراحة. حتى أن بعض الدول عندكم عرفت بسياحة الانتحار، اجتمع الاتحاد الأوروبي ومنع هذه الدولة من السياحة، قالوا ممنوع فقط الانتحار من كان من هذه الدولة. نعم. وعرفت بعض الدول الغنية في أوروبا بماذا؟ بكثرة الانتحار. لماذا؟ لنسخر هذا البدن في غير ما خلق له. إذا خلقت لغاية وهي التوحيد، إذا اشتغلت بهذه الغاية والله سعدت. شيخ الإسلام رحمه الله أدخله السجن ظلما. تخيل أن أنت شيخ إسلام وأدخلوك السجن وأردت أن تكتب من السجن رسالة لأمك، إيش تكتب؟ تقول ظلموني حكام كذا كذا صح؟ وأنا شيخ إسلام. هذا من السجن يكتب رسالة لأمه، كتب في أول رسالة بعد البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال أما بعد فما زلنا في ازدياد وما زالت نعم الله تتوالى علينا نعمة بعد أخرى، وقد فتح الله علينا بفتوحات، ولولا ما تعلمي ما نحن فيه لأتينا إليك ولو على الطير، وسلمي على القريب والبعيد والصغير والكبير. هذا أين؟ في السجن. لو خرج إيش يقول؟ أراد أن يكتب رسالة لإخوانه يعني لطلابه من السجن، كتب في أول الرسالة وأما بنعمة ربك فحدث،
هو قال رحمه الله قال المسجون من سجن عن ربه. عرفت من المسجون؟ من سجن عن ربه، يعني لا أعرف التوحيد والله أعلم. نعم، بعد هذا نتكلم عن الأصول الثلاثة. أول سؤال تسأل عنه في قبرك، من ربك؟ من ربك؟ بماذا تجيب؟ لابد تتعلم الآن هنا الإجابة، تقول ربي الله الذي رباني أي خلقني ورزقني. هذه تربية للظاهر للبدن، وتربية للباطن بأن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. تربية إذن للظاهر وللباطن، وهو ربي وهو معبودي. لماذا أعبد الله؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الخالق لابد أن يعبد، ولا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. كل عبادة تصرف لغير الله هذا شرك أكبر. لو مرة واحدة في حياتي سجد لغير الله، ركع لغير الله، طاف حول القبور، شرك أكبر، مخلد خلود أبدي في النار إلا أن يتوب إذا مات عليه. إذن هل معنى هذا أننا نكفر الناس؟ لا، نحن بهذه الدراسة نريد نحذر ونحذر من الشرك. أما الحكم على أشخاص فلان كافر، فلان مبتدع، فلان ضال، هذا ليس لنا كبار العلماء قضاة الشرعين. أنا واجب الآن أن أتعلم أحذر من الشرك وأحذر منه. فكل عبادة تصرف لغير الله فهي شرك أكبر، مخرج من الملة إذا مات عليه فهو مخلد خلود أبدي في النار والله أعلم. الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة أي عبادة تصرف لغير الله قلنا شرك أكبر. الثاني دعاء المسألة، دعاء الطلب، أقول للشيخ أعطني كاسة ماء، قارورة ماء، هذا دعاء طلب. هذا دعاء الطلب ينقسم إلى قسمين، فيما لا يقدر عليه إلا الله صرفه لغير الله شرك أكبر. يأتي لقبر إنسان ويطلب منه الولد، إنزال الغيث، هذا لا يقدر عليه وهو حي فما بالنا وهو ميت، شرك أكبر. أما أن أطلب من المخلوق شيئا يقدر عليه هذا يصح بشروط أربعة: أن يكون الطلب من حي لا من ميت، أن يكون الطلب من حاضر لا من غائب، يعني هذا في هولندا ينادي الولي الذي في الهند، لا يمكن. الثالث أن يكون الطلب من قادر لا من عاجز، يعني أنا أطلب كاسة ماء من إنسان مشلول لا يتحرك، لا يمكن. الرابع أنا أعتقد أن هذا سبب لا يضر ولا ينفع، وأن الذي بيده جلب المنافع ودفع المضار هو الله سبحانه وتعالى. توفرت هذا الشروط الأربعة يصح أن أطلب من المخلوق شيئا يقدر عليه، وإلا كان هذا شركا. مثل الدعاء الاستعانة، أنا أقول للشيخ أعني في حمل هذا الدولاب في هذا الكرسي، يصح أو لا؟ ننظر، توفرت هذه الشروط الأربعة يصح وإلا فلا. فلان غرق الآن في البحر هنا وينادي هذا يقول يا فلان أغيثني، يصح؟ يصح بهذه الشروط الأربعة. هذا الأستاذ يريد أن يقبل في الجامعة وجاء للشيخ قال أريد أن تشفع لي حتى أقبل في الجامعة، هذه الشروط الأربعة وجدت، يصح هذا وإلا كانت شركة والله أعلم. أخذنا في الدرس الماضي أقسام الدعاء. نعم، ينقسم الدعاء لقسمين. نعم، الأول دعاء عبادة صرف لغير الله شرك أكبر، صلى صام حج لغير الله. الثاني دعاء مسألة، دعاء طلب، وهذا ينقسم إلى قسمين: فيما لا يقدر عليه إلا الله صرف لغير الله شرك أكبر، وفيما يقدر على المخلوق قلنا يصح بكم شرط؟ بشروط أربع: أن يكون الطلب من حي لا من ميت، من حاضر لا من غائب، قادر لا من عاجز. سبب: ما لو اعتقد أن لهذا تصرف خفي في الكون أو بيده جلب المنافع ودفع المضار. تمام. مثل الدعاء الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشفاعة، يصح أن تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه بهذه الشروط الأربع. اختل شرط من هذه الشروط الأربع انتقل هذا من الجواز إلى الشرك والله أعلم. الخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول خوف عبادة وتعظيم،
نخاف من الله لنعبد الله، الخوف عبادة، ونخاف من الله لنعذب الله. ولا يمكن أن نخاف من سوى الله كخوفنا من الله كما نخاف من الجن مثلا أو من أصحاب القبور، شرك أكبر. هذا الأول، خوف يجب أن يصرف لله، صرف لغير الله شرك أكبر. الثاني خوف طبيعي جبلي لا يلام عليه الإنسان، يخاف من النار، يخاف من اللصوص، يخاف من قطاع الطريق، فخرج منها خائفا يترقب، لا إشكال. الثالث خوف محرم، وهو الخوف المؤدي إلى القنوط من رحمة الله أو طاعة المخلوق في معصية الخالق. كلنا يذنب، فهذا أذنب ويخاف يستغفر، يقول هذا خوف محرم. والد هذا قال اليوم ما تصلي مع الجماعة، يقول لا طاعة، ما أخاف منك. هذا الخوف، هذا خوف محرم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن هذا الخوف ثلاثة أقسام. كذلك أيضا الذبح ثلاثة أقسام، ذبح لله هادي أضاحي عقيقة صدقات، ذبح لغير الله محبة وتعظيمة، يذبح للجن لأصحاب القبور شرك أكبر. الثالث ذبح جائز، يذبح حتى يأكل، يذبح لأنه جزار يبيع اللحوم. بعد هذا التوكل. ما هو التوكل؟ التوكل هو صدق الاعتماد على الله مع الثقة به والأخذ بالأسباب المشروعة. إذن لابد في التوكل من ثلاثة أشياء. هذا الشيخ أراد أن يحفظ القرآن وقال أنا متوكل على الله، نسأله هل أنت صادق؟ قال نعم صادق، لا أكذب في هذا، في اعتمادي على الله لا على غير الله. هل أنت واثق؟ قال واثق 100%، لا أشك طرفة عين أن الله سبحانه وتعالى ميسر لي حفظ القرآن. هل تأخذ بالأسباب؟ قال ماذا؟ هل تراجع يوميا؟ قال نعم. لديك شيخ تعرف عليه؟ قال نعم. إذن هذا معناه أنه متوكل. ولو جاءنا آخر قال أنا متوكل على الله في حفظ القرآن وينام ولا يراجع، نقول أنت متواكل. إذن لابد في التوكل من صدق وثقة وأخذ بالأسباب والله أعلم. الناس انقسموا في الاعتقاد في الأسباب إلى ثلاثة أقسام، صحيح وشرك أكبر وشرك أصغر.